هلا هلا خش. في ايه يا بنتي؟ جايباني على ملا وشي ليه الصبح؟ تعالي اقول لك. اهلا، صباح الخير. صباح النور بابا، كلمتك عنها كثير. اهلا بحضرتك. تفضل استريحي. في ايه؟ خير؟ قلقتيني. زي ما انتي عارفه، ابوي عنده واحده من اكبر شركات النقل هنا، واكيد عارفه عن ضغوط الشغل والمواعيد والكلام واللخبطه هذه. ايوه، يعني ايه؟ انا مش فاهمه. انا كلمت زينه قبل كم يوم، قلت لها اني محتاج موظفه تكون فاهمه الشغل وتتحمل الضغط عندي في المكتب. وانا قلت له مالكش غير السحر، ما في بنت عبقريه في حياتي شفتها غيرها. ليه؟ هو انت سمعتي اني بدور على شغل؟ لا، ابد ابد ابد، انا اللي طالب وحده تكون عندي بالشغل، فاهمه وبنت ناس وعارفه ضغط العمل عندي وتتحمل. ايوه، طب اشمعنى انا يعني؟ لان ما في بنت اعرفها كامله بالمواصفات هذه. انا افضل انتوا الاثنين تجلسون تتناقشون بالتفاصيل وانا اروح اجيب عصير. ايوه بس بدون بس ولا لا ولا حاجه، اتفقي في التفاصيل مع بابا وانا راح اجيب عصير. واضح ان بنتي زينه تحبك كثير. وانت ايش؟ يعني لو اتخانقت انا وبنتك هتطردني من الشغل؟ اصلا بصراحه شفت كتير قوي في حياتي، ما عنديش اي استعداد ان انا اشوف اكتر من كده. الحمد لله على سلامتك يا عم، ما شاء الله وجهك منور، صحتك احسن. زيد وطلال تحت يخلصون اوراق خروجك من هنا باذن الله، وخالتي وصوفي عند الدكاتره ياخذون منهم التعليمات. بس ها يا عمي، الفتره الجايه هذه لازم تنتبه على صحتك اكثر من اول. دريم يا مشاعل، انا كان ممكن اموت. صح يا عمي، بعيد الشر عنك، لا تقول كذا. لا لا لا، انا ماني خايف، انا كنت راح اقابل ربنا وانا مستعد. الحمد لله ريحت ضميري، وعقد الفله رجعت العيال اخوي، ما عاد عندي شيء اخاف منه. عمي خلاص، كافي تجيب طاري الموت، انت من اليوم بتبتدي حياه جديده. في آية في القرآن الكريم، آية عجيبة، بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأنا ما عاد عندي مال، واكتشفت ما عاد عندي بنون، والشكل العالي اللي تشوفينه هذا كله كذب.